كارثة وصفت بالأسوأ منذ سنوات. سكان تركيا وسوريا ودول أخرى في المنطقة يستيقظون على فزع وخوف. زلزال قوي مدمر حطم كل شيء. قوة تدميرية بلغت 7.9 درجة على مقياس ريختر. آلاف القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة. هزات ارتدادية عنيفة وقعت عقب الزلزال. تحذيرات من موجات تسونامي في سواحل البحر المتوسط. عمليات إنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا. أقصى درجات التأهب في تركيا وسوريا وسط انتفاضة عالمية لتقديم الدعم والمساندة. باحث جيولوجي هولندي أثار تفاعلاً واسعاً بعد أن توقع حدوث زلزال تركيا قبل وقوعه بأيام. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار المباني وصور الضحايا. الفزع والخوف كان حاضراً في وجوه الناس التي هربت إلى الشوارع.